نروح بعد كده مع حضراتكم لخبر آخر. سفح أهرامات الجيزة هيحتضن حفل قرعة هنا بطولة العالم لرجال كرة اليد 2021. ده هيكون يوم 5 سبتمبر الجاي لتحديد مجموعات البطولة اللي هتبتدي في 13 يناير المقبل. ده هيكون حتى يوم 31 من نفس الشهر. المفروض هتستضيف مصر بطولة العالم لرجال اليد للمرة الثانية في التاريخ، وبيختلف هنا نظام المسابقة بقى عن البطولات السابقة، ده بعد ارتفاع عدد المنتخبات من 24 ل 32. طبعا دي يا كريم لأول مرة تحصل في التاريخ، فده برضو حدث كبير جدا. هيتم تقسيم ال 32 منتخب على 8 مجموعات، وهتضم كل منهم 4 فرق ليتأهل بقى أول 3 إلى الدور الرئيسي اللي بيضم 24 منتخب، وبعد كده هيتم تقسيمهم على 4 مجموعات هتضم كل منهم 6 فرق علشان يتأهل بقى الأول والتاني إلى ربع النهائي. فده برضو حدث أعتقد كبير.